كان بالنسبه لينا حنا كنا كنتعاطفوا بزاف مع الجيش الملكي. علاش؟ لانه لما كنا صغار قلت لك في الحي كنا دائما كنسمعوا الوالدين ديالنا كيهضروا، الوالدين ديالنا وجدودنا والناس الكبار دائما كيهضروا طيب لها وكيفاش تاسست وشكون اللي اسسها، والعاهل الراحل الحسن الثاني الله يرحمه ورحمه الله. فكيف قلت لك هاد الحويجات كلهم عطاونا شي، فهمتيني، خلونا نتعاطفوا شي شويه مع، او ماشي شي شويه، نتعاطفوا بزاف مع الجيش الملكي. وخاصه حنا في 1970 انا كان العمر ديالي 10 سنين، فكنت شفت كاس العالم ديال 70 اللي شارك فيه المغرب اول مشاركه في المونديال، واللي كان كيلعب فيه في هذا المنتخب لعابه الجيش، كان الحارس علال، كان المدافع عبد الله بخا الله يرحمه، علال الله يرحمه، كان باموس الله يرحمه، كان الغزواني الله يطول في العمر ديالو اللي كان كيلعب في الطاس. فهذو كلهم كنا كنمشيو نبغيو نشوفوهم، كنبغيو نشوفو دوك الجيش، وكنبغيو نشوفو هاد اللعابه الدوليين اللي كانوا كيعطيونا واحد النوع من الحلم، ونوع من الامل حتى حنا نكونوا، علاش لا نكونوا بحالهم ونلعبوا نحملوا القميص الوطني. ولكن دابا ما قراتكش يعني تنومي ليا اسم ساسي عزيز اللي كتشوفوا واحد من نقدر نقولوا ابرز لاعب حمل القميص ديال المنتخب الوطني المغربي طيله منذ تاسيس المنتخب؟ على كل حال غادي نقول اسم، ولكن صراحه يعني حيت كنبغيه بزاف ومازال عندي يعني لعبت ضده وعاشرته بزاف، نقدر نقول فراس.